جاءت الحكومة استدانت من هذا الصندوق في 2020 حسب المرسوم، خذت 450 مليون من هذا الصندوق. معالي الرئيس، لم تحدد سقف زمني واضح لاسترجاع المبلغ، إنما عدلت في من بدال دولار عدلت تعديلات سوتها لثلاثة دولار خلال سنتين، والموجود في صفحة 60 طريقة احتساب الاقتطاع علشان يسترجع هذا المبلغ. قالت الحكومة راح يأثر على احتساب يعني نوع من الإيرادات الحكومية، راح يكون هناك لا يوجد قانون يحسب المشتقات النفطية في الوقت اللي احنا نتكلم فيه عن التوازن المالي، ولكن ردود الحكومة جاءت خيل موفقة معالي الرئيس كالعادة. معالي الرئيس، يعني لما تيك الحكومة تقول لك استقطاع قيمة برميل النفط الخام دون مشتقاته، ذلك الأسباب التالية دون الإخلال بالتوازن بين الإيرادات الدولة، من قال الإيرادات هذه بيروح في صندوق من نوع الحصالة معالي الرئيس، ما راح يصرف في أمور ثانية، بدال الدولة ما تقول إن احنا عندنا نعاني من التوازن المالي، من التعافي الاقتصادي، من الدين العام، من العجوزات في الميزانية العامة للدولة، من الميزان التجاري، من ميزان المدفوعات، من التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اللي فيها معالي الرئيس 341 مليون نقص علشان الحكومة تخطي لدفع رواتب المتقاعدين، عندنا في صندوق الاحتياط الأجيال 71 مليون دولار خسائر في سنة 2022. معالي الرئيس، احنا لما نتكلم عن شيء نتكلم على شيء. انا اليوم موجود هنا على هالكرسي وانت موجود على هالكرسي وهذا اليوم موجودين على هالكرسي، لكن في المستقبل احنا كلنا نروح، راح يبقى هذا الصندوق للاجيال والاجيال القادمة معالي الرئيس. لكن احنا لما نتكلم نقترح شيء، نقترح نخفف عن اعباء الدولة، عن موارد مالية تخدم الدولة وليس تضر الدولة، ولكن ردود الحكومة تأتي معاكسة لما احنا ينبغي ان يكون فيه معالي الرئيس. يعني احنا يجب ان يكون يتكلمون عن العشرة اللي قلناها، مو يكلمون راح يأثر على الايرادات، اي ايرادات راح يأثر عليه، وين راح يروح المبلغ ذي؟ ما راح يروح في السيفينج؟ ما راح باكر الدولة دي تقدر تستخدمها؟ الدولة ما استدانت من صندوق الأجيال، استدانت احتياجات له، ما استدانت من التعطل، استدانت من كل الصناديق قاعد تستدين. ليش معالي الرئيس؟ ليش ما تتكلم عن التوازن المالي، التعافي الاقتصادي، الدين العام، العجوزات في الميزانية العامة للدولة؟ تقول بالعكس هذا المقترح جاء من مجلس النواب ليضيف قيمة مضافة للموارد المالية في الميزانية العامة للدولة. شكرا سعادتنا.